ومن ضلالهم حقيقة يعني وسوء أفعالهم وخبثهم، يعني ما أعلنه زعيمهم البغدادي أبو بكر عدل، أبو بكر البغدادي، يعني والله لما سمعته صدمت، ثم أعدته مرة ومرتين وثلاث وأربع صدمت، ثم ذهبت إلى من أعرفه أنه يعني كان يدافع عنهم في أول نشأتهم، فقلت هذا صوته، هذا هو كلامه، قال نعم هذا كلامه هذا صوته. فإذا به يقول اليهود والنصارى الكفار الأصليون بعدين حاربهم، أول شيء نحارب المرتدين المسلمين جميعا والعياذ بالله، نبدأ بالمرتدين ثم نذهب إلى الكفار الأصليين، يعني تحرير فلسطين لن يكون إلا بعد تحرير جزيرة العرب والمغرب العربي ومصر والشام ولبنان واليمن والبلاد الإسلام كلها نحررها، ثم بعد ذلك نحارب اليهود والعياذ بالله والنصارى، آخر شيء نحارب اليهود، أول شيء نحارب المرتدين. يعني كما قال الله تبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، هذا هو والعياذ بالله. يعني هؤلاء لا شك أنهم مفسدون في الأرض، ويجب على الإنسان يحذر منهم حقيقة، ويحذر من أفكارهم. يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يعني واقع تماما. أنا أذكر كان ينقل عن الخميني الضال أنه كان يقول تحرير القدس يمر بمكة المكرمة، يعني ما نحرر القدس إلا بعد نحرر مكة، نحارب أهل الإسلام ثم نحارب أولئك، وهذا الكلام ذاته يقول هؤلاء الخوارج، نحرر القدس عن طريق مكة، ننتهي من تحرير جزيرة العرب ثم بعد ذلك نحرر القدس، والله لن يحرر القدس، وإنما يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب الحذر من هؤلاء والتحذير منهم حقيقة، فإن شرهم مستطير والعياذ بالله، عاذنا الله وإياكم من شرهم.